لقرى على سفح الأغاني نجمة، ولضوء نشوتها عيون، للناي مذبوحا على هضباتها ألق، وللألق المسافر في حكاياها شجون. حضر هذه القرية الجميلة الوديعة الواقعة في سفح جبل الشيخ، هي ابنته الجميلة، أخذت منه الوقارة والعزة والأنفة والشموخ. حضر هي قرية تقع بسفوح جبل الشيخ، وأقصى بالزاوية الشمالية الشرقية من منطقة الجولان. طبعا تقع على ارتفاع 1350 متر عن سطح البحر. قرية حضر قرية واجعة متربعة على سفوح جبل الشيخ، تحيطها من الجهة الشمالية جبل الشيخ، وسمي بجبل الشيخ لكثرة الثلوج وبقائه حتى الصيف، حتى الآن في ثلوج على جبل الشيخ. ومن الجهة الغربية قرية مجدل شمس المحتلة، ومن الجهة الجنوبية الغربية كمان قرية سحيتة كمان محتلة، ومن الجنوب جبات الخشب وطرنجي قرية طرنجي، ومن الشرق كمان متحيطها قرية حرفة وقرية بيت جن. حضر بلد قديم كثير، قديما اسمها كانت مدينة الحضرة، وفيها علامات مميزة بالبلد. فيها عندنا مغارة العريان تصير هون هيك، وفي عندنا تل الشجرة ها بجنب البلد، مش عارف كنتم شفتوه، هاي علامات مميزة. وعندنا الدلافي، قلة الدلافي قديم تقريبا، هاي معناتها. والبلد قديما كانت كلها حجر سوري، والسقف بطوله عفوا تراب وخشب. يعني قريتنا قرية حلوة بطبيعتها، حلوة مناخها، جوها جو، إذا يعني واحد إذا الاستثمار السياحي، جوها حلو كثير وطبيعتها كثير حلوة. ما انك حضر مناخ لطيف، الهواء لطيف فيها، الندى بيظل اغلب السنه على هالبلد، على الشجر، على وجود مناظرها كمان الطبيعيه، لان كل يوم شط اشجار مثمره. مناخ قريه حضر مناخ جميل جدا، خاصه بفصل الصيف، مناخ معتدل، هواء نقي نتيجه قربها من جبل الشيخ ووقوعها على منطقه مرتفعه نسبيا بالنسبه لسطح البحر. فبتلاحظ انه الهواء فيها لطيف جدا، الحرارة قليلة خاصة في فصل الصيف، تصلح لان تكون من اجمل المنتزهات خاصة في الصيف. بالشتاء في فصل الشتاء تكثر فيها الثلوج. نحن حاليا وكنا بوقت قلت فيه الثلوج عن السنوات السابقة، كانت الثلوج بهالقرية قد تصل الى ارتفاع مترين او اكثر، وكان يجينا ثلوج كثير، وتلاقينا بهال بهالشتاء بهالثلوج، كل انسان حامل زحفه وعم يسحب بهالثلوج وبنزط على حول هالسطوح، والناس تحدلها بمحاد الحجر هيك وتحدل مشان ما ينزل الدلف عليه. هذه قديم كانت حضر. بعدين الايام تغيرت، صارت الناس تعمل بطون، تعمل مثل ما نشايفها اليوم بهالايام هذه، وتمدنت وتحضرت وصارت هالوقت هذا يعني بالبلد هيك. الطقس بالشتاء بارد، بارد منيح يعني، الهواء كمان في مناطق نحن محميين بالنسبه للهواء بجبل الشيخ، اما المنطقه بارده والثلوج بيجي احيانا متر احيانا متر ونص، بتنقطع الطريق عده مرات بالسنه، بينقطع الطريق ما بتعود فيها السيارات ولا المواطنين لحتى تجي الاليات من المحافظه تفتح الطرقات. الجو بالشتاء بارد كثير، بيجي ثلج كثير. بالصيف بيجي اسبوع برد اسبوع شمس. الصيف كمان الجو بظل رطب، في هواء رطوبي، مناخ جيد جدا. اذا سياحه واحد بده يصيف هيك تيجي الناس لهون تحسدنا على الجو اللي نحن فيه، على الهوايات، على الجو، على المناخ، على الرطوبه، على الندى كمان. كل يوم من جنوب البلد بيجي جو ندى. كانت البلد هون مشهوره بتربيه المعز، وفيها اعداد كبيره، وكان مناطقنا كلها يحكوا لنا كلها حرجيه، واني واعي حراج عندنا هون كثير، لكن المنطقه هاي اللي نحن فيها يحكوا لنا قبل كانت كلها حرجيه. وبالشتاء المعزة لما يجي ثلج وعم ترمي ثلج يطعموها، تسكت تنط على ظهر الثلج وتصحى على المناطق الحرجية، وما زالت لليوم صحى وادي السودان هذا عندنا منطقة. اي نعم. تربي تنقسم لقسمين،
فيها تربة كلسية بيضاء وتربة بركانية، ويوجد في محيط القرية أكثر من فوهة بركانية خامدة قديمة. تربة القرية عندنا فيها معقول الوضع، لكن ما شيء ما في سقاي مثل ما قلت لك تحتاجي، لكن بيعدل السقاي هو الندى اللي بيجي بالصيف بيسقي هاي الشجر مية الندى اللي الله دخل كرمه بيه. والتربة نحن عندنا في عندنا أرض وعرة كثير، والناس عم تشيل الوعرة الحجر وبتحط بدلها تراب مثل ما نشايف بأرضنا بدارنا هون، هاي 39 سنة تراب حطينا هون، وكل الناس مثل حكيتنا عم تحسن بأرضها وبترجع شجر بدل الأرض الوعرة. قرية زراعية يشتهر أهلها بالنشاط والجد، رغم ضيق المساحة إنما تنتج مواسم جيدة من أنواع متعددة من الخضار من الفواكه. كانت قديم تعتمد على العنب وعلى التين، اليوم صارت تعتمد على التين، صارت تعتمد على التفاح، صارت تعتمد على الدوت الشامي، صارت تعتمد على الكرز. هذه إنتاج البلد. الحبوب قليلة، قديم كانت تزرع حبوب لكن اليوم حبوب قليلة. سابقا وهذا الأمر أيام الزراعة والسابقا أنا لاحق هاي الأمور وبذكرها بشكل جيد، أيام كانت الأمور زراعة الحبوب كان الفلاحين يحصدوا أيام الحصاد بمنطقة واحدة، كل أهل القرية بجهة واحدة، يخلص إنسان كل الناس اللي بيقصر تروح تساعده. ليش يحصدوا بجهة واحدة؟ حتى المواشي تروح وراهم ترعى بالمنطقة التي تم فيها الحصاد، بيشيلوا الحبوب وهكذا. تروح الناس من الساعة 5 الصبح، ما تجيش للساعة 5 المساء على الحصيد والرجيد ودريس على البيادير، والحرمة تقوم من الصبح على الخبز والعجين والغسيل وتحميم الولادة، بقاش غسلت بقاش برجيت. ايه بدنا نشرب مي مسقعة، يحطوا الجرة برا ينيموها لتسقع، ياخذوها على الحصيد تاني يوم، يبلوا شقفة بمي وحطوها عليها تضل مسقعة. هيك بقت عيش الناس، وحليب وطرش وهيك يعني يحلبوا ويخضوا وشنيني ولبن وجبين وهيك يعني. نحن هالغلي نجمعها على البيادر وندرسها على الفدان وعلى المورج القديم، بعدين اتطورت الايام واجانا ببور قلو ببور زراوي مكان زراوي، صرنا نزرع عليه. وبس تخلص الناس حصيدي كل انسان يجيب يطلع مورج، تعرفوا المورج؟ يبل وفدانه ويدرس غلياته، وتفزع الناس لبعضها، انت خلصت تفزع لجارك بالزراوي، ها بدي ترجع على المزرية القديمة، تلاقي الناس عم تفزع لبعضها بالزراوي بنقل مخلفات الزراعة عشان مثل هاي. اي نعم. بعدين اجينا ماكينة زراوي هاي كنت فيها بقلبها هيك وبدولاب الدور. ايه بالله. بعدين ايش درست هاي الحديث اليوم؟ كانت سابقا القرية تعتمد على الزراعة والرعي، اما اليوم من 40 او 50 سنة بقى الصوب مثل ما بيقولوا باللغة العامية، اتجه الفلاحين الى زراعة الاشجار المثمرة لقلة مساحة الاراضي، فحاول التعويض عن قلة المساحة بنوعية الزراعة. فكانت في البداية التين والعنب، من عام 1970 تحولوا إلى زراعة التفاح والكرز، وحاليا تعطي محاصيل جيدة ومن نوعية ممتازة جدا. يا زرعيات تزرع الناس وتحصيل وتروح على البرية وهيك، مش مثل اليوم كلها كروم كلها مزارع شجر وهيك. اليوم قبل كانت حصيد ورجيد، اليوم كلها مزارع كراز ومزارع تفاح وعنب وهيك وتوت. اشتهر بالشجرية بالأشجار المثمرة، منها قديما كان التين وكان العنب، والآن الناس مركزة على أشجار التفاح والكرز والتوت الشامي. التوت الشامي مشهور على مستوى سوريا بقرية حضر. الأشجار عندنا التفاح ميح، والكرز معقول وضعه، والتين معقول، هذه والتوت الشامي. حكالي هالتجار توت الشامي، قال بفترة توت الشامي ينزل شي 850 ألف ليرة سورية توت شامي من حضر. وتين
كمان بجففوه بياكلوه طازج وبجففوه بصدروه، التين كمان موسم جيد جدا. العنب قليل، الكرز كمان الكرز بياخذ موسم ببدايته من الكرز، اول ما بصير هون الكرز كمان بياخذ اسعار جيده جدا. وفي عده انواع للكرز، يعني الكرز له عشرات الانواع. في عندنا منه الكرز البياضي، في عندنا منه الكرز الفرنسي، في عندنا كرز نوع طلياني، في عندنا نوع كستنا. عندنا الكرز البياضي، عندنا بالبساتين هون في عندنا الزيتون، عندنا التفاح، عندنا النجاس، عندنا جيرينك، عندنا الخوخ، عندنا عده انواع من الثمار. وهلق نحن بموسم حواش الكرز، يعني هلق نحن مثلا عندنا شويه كرز مغلوبين فيهم، عرفتي كيف؟ نتعاون نحن وجيراننا، نحن واقاربنا، نحن بنروح معهم وهن بيروحوا معنا، عرفتي كيف؟ بيساعد بعض الناس وبيصفطوا الكرز، بيوظبوه كمان ببعثوه على سوق الهال على الشام، في تجار بتاخذه من هون من القريه. وكمان موسم التين، موسم التين كلمان بيحوش تيناته. موسم التوت كمان، التوت يعني اذا ما عندي انا مثلا مين يطلع على الشجره عالي، نستاجر شباب يطلعوا بقطفوا التوت.